رغم انه الثقه مفقوده بالعمليه الانتخابيه، لكن هذا طبعا مو معناه انه هناك حل خارج الديمقراطيه. العمليه الديمقراطيه وان كانت مغلوطه وان كانت تشوبها الكثير من الشوائب والاخطاء والممارسات اللي ابعدتها عن الديمقراطيه، لكن لا يوجد مستقبل للعراق، لا يوجد مستقبل جيد للعراق بدون ديمقراطيه. هذا المسار او هذا الطريق هو مسيره طويله، يحتاج مو دوره انتخابيه واحده ولا اثنين، تغيير لابد ان يكون، او الطريق الوحيد الصراحه هو التغيير التدريجي. التغيير التدريجي واللي يبدي من شيء بالشيء، يعني اللي يجي عبر المشاركه بالتجربه، عن طريق المشاركه بالتجربه، عن طريق حمايه حريه التعبير، وعن طريق تثبيت حكم القانون شيء بشيء. ما راح نلقى بالعراق، الوضع اصبح من السوء بحيث التغيير الجذري صعب، اشبه بالمستحيل على جميع الاطراف. انه يعني تفهم انه موضوع التحسن، انه العراق وضع ما راح يتحسن بيوم وليله، وما راح يتحسن بدوره انتخابيه واحده ولا ولا اثنين. الموضوع يحتاج صبر، لكن يحتاج نفس الوقت يعني جهد متواصل للعمل على مقومات الأساسية لتغيير الوضع، واللي هي المشاركة الواسعة بالانتخابات، يعني تغيير المعادلة السياسية ولو بنسبة 1-2% كل مرة، إلى حد أن يتمكن العراق من التخلص من مأزق المحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية، وتقسيم النوع ما التجاري لمخدرات الدولة، لمخدرات البلد. فزيادة المشاركة في الانتخابات ودعم حكم القانون، وهذا طبعا الجزء اللي ممكن صور الولايات المتحدة تكون بدعم مهم للعراق. يعني بعض المحللين، بعض الزملاء يدعون إلى ما يسمى بمنطقة خضراء قانونية، منطقة خضراء يعني بموازاة المنطقة الخضراء الحكومية، منطقة خضراء يتمكن به حكم القانون من تغيير، من إحقاق الحق ومن محاسبة المسيئين. بدون وجود محاسبة للمسيئين، وضع العراق ما ممكن غير.